احنا فكرنا، والساده الفقهاء خرجوا لنا في النص الاخير، في البيان الاخير اظن بيان 11، بانه لا ضروره في ذلك. لماذا؟ لان يشوش على الناس اللي يصليوا داخل البيوت. يعني احنا تخيل، يعني احنا في حي والمسجد يعلن يقرا القران الكريم في وقت التراويح، ولكن بقي بعض الاوقات اللي فيها اذاعه بث القران الكريم. مثلا احنا قلنا قبل صلاه الظهر هذا وقت يعني فيه الناس يسمعوا القران الكريم ويستمعون اليه. هو في الحقيقه خليني نقول كلمه مليح الناس يعرفوها، ان القران الكريم يعطي الروح المعنويه. شوف اخي العزيز، كاين بعض الناس يقلقهم القران الكريم، ماشي في اوقات النوم والله، يعني احنا لا نزعج احدا، بالعكس القران لا يزعج، ولكن مع ذلك احنا عندنا نصوص نحمي بها، قوانين نحمي بها المريض، نحمي بها النائم، نحمي بها الطفل الصغير، ما نشوشوش على الناس رقادهم ولا اي شيء. لكن بعض الناس يقلقهم القران الكريم، ناس يعني اللي ما يعرفوش سر القران، من عوالم مختلفة، من عوالم غربية، ناس ما يعني من ناس ما زال ما تذوقوش القرآن الكريم. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه فإذا هم يستبشرون. يعني هذا موجود. لكن خليني نقول واحد كيما جوتا، فيلسوف الألماني، جوت كيما يسميوه، جوت يقول إذا قرأت القرآن هزني هزا. هذو الناس ما يعرفوش، يعني ما يعرفوش الاسلام، كي يسمع القران يهزه هزا. اليوم شفنا العالم كله يقول الجاوا الى الله، وبعض الناس يظنوا بان الله لا يستطيع ان يفعل شيء. الله تعالى امره بين الكاف والنون. شوف، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، موجود هذا في التاريخ في القران، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره. كاين بعض الناس يقول لك ربي واش يدير، الذي ينزل البلاء هو الله، والذي يرفعه هو الله، وأمره بين الكاف والنون. احنا أمة مؤمنة، هذا الشيء اللي مريحنا، احنا نحب الله، نحب القرآن، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان يزيدنا هذه الطاقة، القرآن يعطينا طاقة، الصوم يعطينا طاقة، الصبر يعطينا طاقة. سنتجاوز هذه المحنة ويتبين إذا من جل الغبار أفرس تحتك أم حمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.